كيف نواجه الكراهية في الإنترنت؟ أولاً نبحث عن دعم، وعلى من يطالهم العنف الرقمي طلب العون من عائلاتهم وأصدقائهم ومن يثقون فيهم. من المهم أن ينتبهوا لأنفسهم وألا يقرأوا كل شيء وأن يستعينوا بغيرهم في العالم الواقعي. هيت إيد من المنظمات العديدة في ألمانيا التي تدافع عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وهناك مثلها في بلدان كثيرة. ثانياً، اعترضوا. لا ينبغي أن تترك رسائل الكراهية في الإنترنت، وإنما يجب الرد عليها. فالاعتراض يبين للمهاجمين الآخرين أنهم ليسوا وحدهم، ومن يتدخل مدافعاً يتضامن معهم ويؤيدهم، ويمكن لهذا أن يظهر عدم القبول بممارسة التمييز أو العنف في النقاش ضد فئة محددة. ثالثاً، وثقوا وقدموا بلاغات. يوتيوب وإنستغرام وغيرها تتيح التبليغ عن محتويات ينبغي فحصها وإزالتها. من استهدف بخطاب كراهية ويريد تقديم بلاغ بذلك عليه أن يلتقط صورة للشاشة لتكون دليلاً. تعد الشتائم والتحريض على الفتنة والتهديدات الرقمية وفي الحياة الواقعية جناحاً يعاقب عليها القانون في بعض البلدان. لذا تقدموا ببلاغات لدى الشرطة، فبدونها يبقى الجنات والجانيات بلا عقاب.